حتى كاينين شي ناس ما كتعجبهمش الثقافه ديال السفر، وبنادم يسافر ويكتشف ويشوف تقاليد وثقافات اخرين. يعني الخوت بحال هاد اللعيبات ما كاينينش عندهم في الدماغ ديالهم، ممسوحين وعندهم الناس ما فراسهمش الخوت. بالله هنايا كاينين في الدول شي ناس اللي كيسافر لك حتى لوس انجلوس، يسافر لك حتى نيويورك حتى لوس انجلوس، ويجي وعنده بحال هبط غير الحانوت جاب كاميرا ورجع بحال هاد، وعنده داكشي ايزي. الخوت الفيديو حطيته في اليوتيوب دابا تقريبا بشي 11 شهر، وهذا الفيديو الخوت كانه كان فيديو تحفيزي، بحكم انه داكشي اللي حكيت فيه كان كانه كنحاول انني نصيف داكشي اللي عشنا، بسبب انه ما كانش عندنا اللغه الانجليزيه الخوت، يعني لغه التواصل مع الناس ما كنعرفوهمش، الناس ما كيدويوش بديك اللغه اللي كندويو بها حنا. اليفو بالنسبه للناس اللي ما فاهمينش الموضوع، هو انه كنقول لكم الخوت بالنسبه لينا حنا كنا سافرنا واحد 6 الناس تقريبا لتركيا، وما عندنا حتى شي واحد في داك الجروب تاع 6 الناس كيدوي باللغه الانجليزيه. حتى لتركيا كان كلشي مزيان، ما لقيناش شي صعوبات، لانه كنا كنتلاقاو شويه ديال المغاربه في الشوارع، وكنتلاقاو السوريين كاينين تمايا في تركيا بزاف، يعني تركيا فيها شويه ديال العرب. رغم اننا لقينا شويه ديال الصعوبات في المطار فاش نزلنا تمايا، ما كانش العرب، يعني كنا نزلنا مع شي 12 ديال الليل تقريبا، وما كاين حتى واحد في المطار الخوت، وبقينا غير كندورو تمايا ما كاين معاه من الدوي. وكنا الخوت ما عندناش حتى التراديكسيون باش نقدروا نخدموها تمايا، لانه ما كانش عندنا الكونيكسيون. قبل ما نسافروا حنايا ما شريناش كارطة دولية، لانه فاش توصل لتركيا كتخدمها وكيخدم لك الكونيكسيون، لا حنا بقاو عندنا غير الكارطة ديالنا ديال المغرب، ولكن فاش وصلنا تمايا تقطع الريزو وتقطع الكونيكسيون، كيبقى عندك الريزو يطلع مرة ولكن الكونيكسيون ما كيخدمش، وهذا سبب انه ما خلاناش نخدموا التراديكسيون باش نقدروا اننا نتواصلوا مع الناس بها ونعرفوهم اش كيقولوا ويعرفونا شنو كنقولوا. فتخيل معايا انه ما عندنا لا لغه انجليزيه لا تراديكسيون لا كونيكسيون، بسبب انه ما عندناش كارطة دوليين اللي نقدروا نخدموا بهم التراديكسيون. هذا كان مشكل كبير 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 بزاف، وكانك شديتي شي واحد وغمضتي ليه عينيه ولحتي في شي بيت فيه الظلمه، وبقى كيسطح راسو مع الحيوطه ما عرف منين يخرج، ما كيشوف والو. وهكذا كان وقع لينا الخوت. خوت واحد خونا كومونطا ليا في هذا الفيديو اللي حطيت دابا تقريبا ب 11 شهر، قال لي واللغه شنو بغيتها؟ اللغه انا غناكلها. كنجاوبك اخويا وغنقول لك اللغه راه ما كناكلوهاش، اللغه هي وسيله من الوسائل اللي نقدروا نتواصلوا بهم مع ناس ما كيعرفوناش وما كنعرفوهمش وما كيدويوش بلغتنا وما كندويوش بلغتهم. في هذاك الفيديو بالضبط الخوت كانه كان فيديو تحفيزي، لانني حاولت انني نوصف لكم دوك المعاناه اللي عشنا الخوت، تفاصيل ممله. اللغه باش تاكلها ولا ما تاكلهاش، انا نعطيك واحد النصيحه مني، ففين ما كنتي في المغرب فين ما كنتي، الله اعلم تقدر تكون في شي صحراء ولا شي حاجه اللي بعيده بزاف ومقطوع منا الامال، وانا كنقول لك انه تعلم اللغه تعلم اللغه تعلم اللغه راه تنفعك تنفعك. فانت ما عرفش المستقبل ديالك اشنو يقدر يجيب ليك، فرحنا غاديين في قطار الحياه، وانت ما عرفتيش الله اشنو مكتب ليك في طريقك، ما عرفتيش بالله تقدر تكون شي حاجه اللي كتسناك اللي واعره ديال بصح. مثلا شوف الياس الملكي، واش الياس الملكي عمره تخيل راسو غادي يجي واحد اللاعب ديال الكره كبير بيكي اللي عنده فوق 20 مليون ابوني في الانستغرام غيجي يدوي معاه هو؟ واش كان كيتخيل غيجي واحد النهار وغادي يصيفط ليه فيه ميساج ويقول ليه صوب فرقتك وبغيناك تلعب معانا في كاس العالم؟ راه لو كان عالم على الاقل ليكون كيهضر دابا تقريبا 2 لغات، اللغه الاسبانيه والانجليزيه، فهو دابا ما عنده حتى وحده فيهم. موا نو سبيك اسبان نو سبيك فرانس نو سبيك انجلش ارابيك اسبانيش نو 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 ارابيك ارابيك I don't know Arabic. I don't know. But it's a pleasure to have you. It's very good. Merci بو. عدد ديال الناس اللي بحال الياس وانا بنفسي نيت اللي كنهضر دابا، يقدر الانسان يكون قبل كان كيضيع الوقت في شي حوايج اللي والو. عرفتوا انا اش كيوقع ليا شي مرات الخوت؟ كنكون قاعد بحال هكا وكنتفكر شي حوايج كنت كنديرهم شحال هادي لا علاقه، كنضيع فيهم الوقت وكنقول الخوت مع راسي لو كانت عندي شي اله الزمن اللي نقدر نسافر بها ونرجع للماضي، كنت غادي نمشي عند راسي بواحد الزلاط مليح وغادي ندخل عند راسي. اتا كندخل عليه الغفله وغنبقى نعطيه
عطيه العطيه في درع الواقع يا الخوت. فرا هذه الحاجه ما نقدرش نخر عليكم الخوت، كنتفكر شي حوايج اللي كنت كنديرهم ولا علاقه. بزاف الناس اللي راه كاين اللي كيضيع وقته في شي حاجه اللي والو، وكاين اللي اصلا ما مقادش وقته. نعطيك واحد المثال، بنادم مثلا الا في عمره 30 عام مثلا او 25 عام، راه لو كان كيتعلم غير 10 الكلمات في العام مثلا، راه كنتي تقدر تلقى عنده دابا الخير والبروك. فرا اللغه غير بالعقل، وراه ما كتبغيش شي جهد، وخاصك تعرف مين تبدا. بزاف ديال الناس كيطيحوا في واحد الخطا ما كيعرفوش مين يبداو. فاش كيبغي يتعلم شي لغه كيمشي يبدا يقلب في اليوتيوب، كيطيح في شي فيديوهات اللي طوال، كيبدا يتفرج كيمل. الانسان بعد ما انه كيمل راه باينه ما غيقدش يكمل. الواحد الخوت فاش يبغي يتعلم شي لغه راه خاصو يعرف منين يبدا، ماشي غير يخلط ويدخل باش يتقهر ويمل وما يبقاش قاد يكمل، يبدا يقول انا مكلخ، انا ما عمرني نتعلم هادشي، ما باش يدخل ليا راسي، ويبقى يقول ديك الهضره. اللغه كتحتاج منك انك تبدا بالافعال، مفردات، ركز على دوك الحوايج اللي كيتستعملوا يوميا، وخود لك الوقت مع راساتك وركز عليهم. حاول تركز على كلمات كما غادي نشرح لكم دابا انا الخوت، كلمات اللي كلمة كتقدر تعرف بها كلمة شنو كتعني. فراه الا تعلمتي لواحد الكلمات اللي تقدر دوك الكلمات واللي تفرتك بهم واحد الكلمات وتواصل بهم مع الناس وتقول لي شنو كتعني هادي، هادي ما فهمتهاش، قولي لي بهذيك الكلمة اللي غادي تتعلم. فراه اللغة كتبدا تبان لك موي فاسيل ايزي، وهكذا كيبدا يبان لك بلي داكشي جاي عندك غير بوحدو، كيبدا يبان لك ساهل بحال شي حبل كتجر فيه ورطاب. ما تمشيش تعلم ليا شنو سميت دبانه باللونجلي، شنو سميت حمار باللونجلي، شنو سميت قرد باللونجلي. خصك تكون جدي وتتعلم المعقول، خصك تكون جيعان وتتعلم كلمات اللي غادي تاكل بهم طرف ديال الخبز. راه اللغه كتنفع بزاف الخوت، بحال مثلا شي مواقع راه ماشي دائما كتلقاهم باللغه العربيه وما كتكونش عليهم الترجمه. حتى لهذه المرحله راه اللغه كتلعب دور مهم. وكما قلت لكم الخوت، بنادم يعاون راسه بالافلام، يبدا يتفرج فيهم افلام. الا بغيتي تتفرج فيهم ما تفرجش في مثلا فيلم اللي كيدوي بالصبليونيه مثلا، هذوك اللي كيدوي نيت يكونوا صبليون حقيقيين، ما تفرجش فيهم يكونوا حقيقيين. تفرج مثلا في فيلم يكون الماني او امريكي او فرنسي لكن مترجم باللغه الاسبانيه او بديك اللغه اللي كتبغي نتاعي. ديما تفرج في فيلم يكون بالعكس، لانه فاش كتفرج في شي واحد اللي بغيتي تتعلم منه وهذوك اللي كتكون كتفرج فيهم اصلا هما اسبانيون وحقيقيين وديك اللغه اللي خارجه من فمهم ديالهم نيت، كتكون كتخرج واحد اللغه اللي سيئه وما غاديش تخليك تتعلم. بحال دابا الا نطيت تتفرج في فيلم اسباني راه غتلقاش فيه الناس مجحرجين، كيخرج واحد الاسبانيه مجحرجه وكان وعدك ما غادي تفهم فيها حتى وزه. هادشي بالنسبه للناس اللي مبتدئين. ما قلت لكم الخوت تفرج في فيلم دبلج، ما تفرجش في فيلم اصلي وهما كيدوب بلغتهم. نحاول نفصل لكم مزيان الخوت، مثلا انا غندوي بالدارجه نيت ولكن غنغيرها، مثلا ما بغيتش هذاك الروبو يفهمني ولا شي واحد ولا بغيت نخشي الهضره ولا. انا غنعطيكم مثال، انا شوف راه بقى ديك جوج مليمتر غنفقس عليك جوج بيضات وحق الله العظيم. وعليك انت اما عليك انت، شوف باقي تحط يدك هنا نزن فيك. انت كيفاش كتحط يدك هنا؟ سير شط ابو قابل الحانوت وباقي تحط يدك، راه قلت لك عليك انت عليك انت. بغيتي واحد 100 ريال؟ لا 300 ريال، 1000 ريال، 6000 ريال. 6000 ريال بغيتي 6000 ريال؟ نعطيها لك. تلقى واحد النوع كيدير لك اللي فوا الخوت. نرجعوا للموضوع ديالنا، كما قلت لكم الخوت بنادم يعاون راسو بافلام موسيقى، يحاول انه يبدا يكتب، يحاول يتميساجا شويه. راه الكلافي كتكتب غير جوج حروف، من شي كلمه كتطلع لك الكلمه كامله، كتكليكي عليها كتمشي. يعني مع الدوام ومرور الوقت راه ما كتبقاش يجيك شي حاجه صعيبه، كيبدا يبان لك كلشي سهل، وكيبدا داكشي غادي وكيسهل وييسر فيه الله. خوت جبت لكم هذا التطبيق راه زوين وكيعلم وكيبدا معاك من الزيرو. اللي زوين في هذا التطبيق الخوت هو انه كيقدر انه تخدم فيه لارام مثلا كل 3 دقائق في النهار، مع 3 د العشية مثلا 12 ديال النهار كيولي فيما كيوصل مثلا 3 ديال النهار ولا 12 نهار كتوصلك النوتيفيكاسيون باش تدخل تقرا.
والتطبيق الخوت انا راه ما داير لهم لا اشهار لا والو ما كنعرفهم. التطبيق غير تصادفت معاك في واحد الاعلان الخوت وانا نشارجي وبقيت كنستعمله وعجبني انه كيبدا معاك من شي حوايج اللي ببساطه الخوت والتطبيق راه بالفلوس ولكن انا داخل ليه بلا فلوس وراه فيه شي حوايج اللي كيتستعملوا بالمجان وهم اللي كنستعمل حتى انا. نخلي لكم السميه ديالو الخوت اللي بغاه يشارجيه ولا غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف لتحت الخوت ولا ها هي السميه ديالو راه تقدر تطاب بها في بلاي ستور وغيطلع ليك وشارجيه. راه تطبيق زوين كنصحكم به الخوت. تطبيق الخوت راه عجبني ديال بصح كيخليك تعقل على الكلمه كيفاش مكتوبه وكيعاونك انك تهضر ديك الكلمه كتبدا تنطقها. ما مملش الخوت التطبيق كنصحكم به. غنزيدكم الخوت واحد الطريقه اللي كنقدر انا نتعلم بها. مثلا انا غادي في الشارع سمعت شي كلمه شي حاجه لصقت لي في ودني ولا سمعته وبغيت نعرف هذيك الساعه كنعقل عليها كنعاود بفمي كندرب عليها كنقولها كنمشي للتراديكسيو ديالي في التليفون الخوت كنقولها بحال هكذايا طيط كنقولها للتراديكسيون الخوت كتعطيني التراديكسيون اشنو كتعني ديك الكلمه. وإلا ديك الكلمه الخوت بغيت نبقى عاقل عليها ولا كانت شي جمله ولا شي حاجه كندير فيديو الخوت وكنسجله كنقول مثلا كيستاسيسين دويرمانو. دي هي الطريقه الخوت اللي تقدر تعلم بها اي لغه زائد الطريقه اللي يقدر يكون عارفينها بعض الناس هو انك كتشد اي لغه وكتدرجها تكتبها باللغه العربيه الخوت بالدارجه ديالنا كتدرجها. كنت كندير هاد الطريقه الخوت كنكتب هنا مثلا شي جمله كنكتب هنا شي كلمه ما كدوش تقريبا شي يومين كتلقاك تعلمتي ديك الجمله ولا ديك الكلمه كتولي ديك الكلمه ولا الجمله كيجوك بحال شريب الماء. بارطاجيو هذا الفيديو مع شي صاحبكم معكاز ما بغى يقرا ما بغى يدير والو ما بغى يتعلم ما بغى يزيد لقدام. خوت واحد الملاحظه لاحظت كاينين شي ناس ما كتعجبهمش الثقافه ديال السفر وبنادم يسافر ويكتشف ويشوف تقاليد وثقافات اخرين. يعني الخوت بحال هاد اللعيبيات ما كاينينش عندهم في الدماغ ديالهم ممسوحين وعندهم الناس ما فراسهمش الخوت بالله. هنايا كاينين في الدول شي ناس اللي كيسافر لك حتى لوس انجلوس حتى نيويورك كيسافر لك حتى نيويورك ويجي وعنده بحال لهبط غير الحانوت جاب كاميرا ورجع بحالات وعنده داكشي ايزي. anyway خوت الفيديو راه سالات وجمعات الكالات وطوات الماكينات وكلت من هذا الفيديو يكون عجبكم الخوت وبارطاجيوه مع شي صحابكم شي عشرانكم اللي عندكم ماكازين وما كيقدوا يديروا حتى حاجه يتعلموا بها يزيدوا لقدام. بارطاجيوه معاهم هذا الفيديو يفيقوا من القلب الخوت عتقوم بهذا الفيديو. وما تنساوش لينا ديك جيم كتب شي كومونتير كتب فيه اللي بغيتي رايك يحترم. شكرا لكم بزاف الخوت على الكومونتيرات ديالكم اللي كيوصلوني والميساجات في الانستغرام. كنحاول انني نجاوب الخوت ولكن ان شاء الله غنحاول انني نجاوب والسموحات اللي جاوبتهم عطال ولا اللي ما جاوبتوش ولا والله بنادم عنده ظروف والله اللي عالم الخوت كنطلب منكم السماحه. نتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير والله يسهل الجميع وتحياتي لكم الخوت.